ارحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وطبعا مستمرين معاكم النهارده في تغطيتنا ولقاءاتنا في حفل تكريم جميع ابطال النادي الاهلي طبعا في جميع الالعاب او الفرق الرياضيه الاخرى، واكيد الفريق الاول لكره القدم. يمكن معي في هذه اللحظات المدير النشاط الرياضي طبعا للنادي الاهلي الكابتن خالد العوضي. كابتن خالد، طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا عايز ابارك لك اكيد على الموسم المليء والحافل بالالقاب وبالانجازات الفتره اللي فاتت. يمكن فعلا النهارده الحفل اسمه اهلي استثنائي، وفعلا ابطال جميع الفرق الرياضيه قدموا فعلا موسم استثنائي الموسم اللي فات. نحمد ربنا على اللي احنا فيه، نحمد ربنا جدا جدا، نقول الحمد لله الف وحمد وشكر ليك يا رب. احنا اجتهدنا كلنا، مجلس اداره اجتهد، شاطره دي اجتهد، مديرين فريقين اجتهدوا، لعيبه، كل الاجهزه عشان ما ننساش حد، كلنا عملنا منظومه هرمي كويسه فاجتهدنا فربنا اكرمنا. عندنا الحمل بقى تقيل جدا، حمل تقيل زياده عن اللزوم، ومش بكذبش عليك يعني مش قلقان، لكن اكيد متخوف من اللي جاي، لكن ان شاء الله باذن الله بعوض جماهير النادي الاهلي ان لعيبتي وكل الاجهزه هيكونوا هيقدموا احسن ويقدروا يروحوا في حته تانية، لان انا عارف ان هم عايزين ايه. الجمهور الاهلي مش عايز ولا ماتش خساره ولا بطوله تضيع ولا اي حاجه. عملنا موسم فعلا اهلي استثنائي، اهلي استثنائي احنا بنتحدى نفسنا في كل المواسم، وده شيء مهم جدا جدا لازم الناس تكون عارفاه ان الاهلي بيتحدى نفسه، واحنا ان شاء الله باذن الله زي ما كابتن محمود قال في كلمته ان ده ما حصلش في التاريخ في اي نادي في العالم. الحمل بقى تقيل، لكن لازم نحمد ربنا اولا ونشكره ونشتغل في اللي جاي اكتر علشان ربنا يكرمنا. لازم كل الناس تبقى عارفه كده، فرقي ما بتنامش، لعيبتي كلها شغاله على ما يرام، كل الناس عارفه يعني ايه كسبوا بطولات وبقت في التاريخ، والجمهور عايز اللي جاي، فالدنيا صعبه، لكن انا بوعدهم تاني وتالت ورابع بقول لهم ان شاء الله لعبتنا على قدر المسؤوليه وعلى قدر على قلب الرجل الواحد، هم ومجلس الاداره والنشاط الرياضي كلنا مع بعض، وان شاء الله نعمل موسم تاني باذن الله. باذن الله اتمناه موسم مختلف عن الموسم ده باذن الله، بس الافضل باذن الله او الاكثر بطولات باذن الله. باذن الله يا كابتن، زي ما انت قلت الحمل بقى اكبر والحمل بقى اتقل والمسؤوليه بقت اكبر بكتير بالنسبه طبعا جميع الفرق الرياضيه. يمكن طبعا تكريم النهارده كمان ده صعب المسؤوليه اكتر واكتر. يمكن طبعا النادي الاهلي شفنا يعني بطل جميع كل دوري، سواء في كره السله، كره اليد، كره الطايره، سيدات ورجال، النادي الاهلي بطل الدوري في جميع الالعاب. يمكن ده برضو عايز او ده بيبقى عند الجمهور اللي هو ايه، النادي الاهلي بطل الموسم ده، لازم يفضل البطل الموسم اللي جاي واللي بعده واللي بعده. يمكن برضو في صعوبات كتيره جدا يا كابتن خالد الفتره اللي جايه، وهي كاس العالم، كاس العالم كره سله، كره يد كمان، وكمان ايضا كره القدم هتشارك، فطبعا الصعوبات كمان بتزداد. بصي ما اكذبش عليكي، حمل ثلاث بطولات عالم للنادي الاهلي، بتكلم عن النادي الاهلي ثلاث بطولات عالم لاول مره في تاريخ العالم ان فرقه تشترك بثلاثه كاس عالم، باسكت وهاندبول وكوره في نفس السيزون، ده حاجه عظيمه جدا بالنسبه لنا. انا عارف ومتاكد ان لاعبتنا في كل الالعاب هيبذلوا اقصى جهد علشان يقدروا يحققوا احسن نتيجه. الموضوع صعب جدا في الباسكت، صعب جدا، الهاندبول نفس الكلام، الكوره نفس الكلام، كان انا بقول لك انا عارف لعيبه النادي الاهلي وعارف مقدار لعيبه النادي الاهلي وعارف ازاي بيحبوا التيشيرت الاحمر وازاي بيحبوا جمهور النادي والنادي الاهلي، يعني الوضع مختلف. انا بقول لك ان شاء الله هنحقق، ان شاء الله ان شاء الله نقدر نحقق في اللي جاي نقول ايه، طفره او شكل مختلف او نطلع لدرجه اعلى من اللي احنا كنا فيها باذن الله. ربنا يكرمهم ويوفقهم، لان في اخلاص في العمل، والاخلاص في العمل ربنا بيكافئه في الاخر، وان شاء الله البطولات صعبه، لكن احنا بقول لك تاني وتالت ورابع لعبتنا على قدر المسؤوليه والجهيزه الفنيه على قدر المسؤوليه، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه للجمهور النادي الاهلي في المرحله اللي جايه ان شاء الله. يا كابتن برضه عايز اسال حضرتك اكيد على حفل التكريم النهارده، شايف التكريم النهارده ازاي وشعورك ايه طبعا، وتواجد جميع الفرق الرياضيه ما شاء الله، يعني اكتر من خمس فرق متواجده، بنتكلم في كره سله، كره طايره، كره يد، تنس طاوله، كره ماء، حتى الكاراتيه، كل الالعاب موجوده. احساسك انت طبعا النهارده وانت شايف انه الحمد لله بعد مجهود كبير طوال الموسم اللي فات بنشوف كل الفرق دي بتتكرم النهارده، ويعني 23 بطوله كمان النهارده. فرحان بيهم جدا جدا جدا، فرحان جدا جدا فوق ما اي حد يستوعب، فرحان بالهرم المبني من الكؤوس اللي موجوده للنادي، يعني حاجه سعداني جدا. هو احنا فعلا النادي الاهلي هرم كبير جدا، وان شاء الله ربنا يكرمنا والهرم ده يزيد لاعلى باذن الله باذن الله. تاني بقول ان الحمل تقيل، لكن ان شاء الله باذن الله البطولات اللي جايه هتشهد تطور اكتر بالنسبه للعيبه، وانا عارف ان لعيبتنا الحمل، حتى كابتن محمود بيقول الموضوع بقى في التاريخ خلاص، كلنا عارفين ده بقى في التاريخ، وده هو ده حمل النادي الاهلي. فرحان بيهم جدا وفرحان بلعيبتي جدا جدا جدا، وبقول لهم يلا بينا هنبدا موسم جديد كمان اسبوع، اقل من اسبوع هنبدا باول بطوله لينا في الهاندبول، هيبدا دوري، وان شاء الله باذن الله هيكون على قدر المسؤوليه. بعدين عندنا هنبدا الموسم بكاس عالم باسكت،
وبطوله افريقيا هاندبول وبطوله عربيه، فان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله في المرحله اللي جايه باذن الله باذن الله، ونقدر نحقق اللي هم يعني الجمهور يتمناه. كابتن خالد العوضي طبعا مدير النشاط الرياضي، ببارك لك اكيد على الموسم اللي فات، وربنا معاك وربنا معاك طبعا يا كابتن الموسم اللي جاي والصعوبات اللي هتواجهها ان شاء الله في جميع البطولات ومع جميع الفرق ان شاء الله. باذن الله بشكركم جدا جدا جدا، وان شاء الله باذن الله نتقابل في موسم تاني وشكل جديد، وباذن الله في اخر السيزون نكون كلنا بنبارك لبعض. شكرا يا كابتن. ميرسي، اشكرك جدا. شكرا كده. طبعا كان لقائنا مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، وطبعا نتكلم على النجاحات والانجازات الكتيره اللي حققها جميع الفرق الرياضيه الموسم الماضي، والان العوده مره اخرى للاستوديو.